تمنينا لما تجي شركه راعيه راح تزيد تقدم الاضافه ولا ماشي راح تزيد تجي تكركرنا تقلبنا للور وين ما كناش حنا كي كنا حنا في الظروف هذه كامله وما كناش في الوضعيه اللي راه فيها الان. شوف خليت اعلام تاع نادي وفاق سطيف تبكي ماشي هذه خليت اعلام تكون في نادي وفاق سطيف راك تهاجم الجميع اليوم. لا انا واش راني نشوف نهضر انا ما راني نهاجم في حتى شخص راني اتكلم واش راني نشوف في نادي وفاق سطيف الشيء اللي موش عاجبني كامل راني نهضر فيه وراني نقول فيه صوت وصوره ومن وجه ولا مصلحه لك ما عندي واش ولا ناقه ولا جمل واش من مصلحه تكون عندي في وفاق سطيف. انا الناس اللي راهي تجري من وراها باش تخدم فيها انا خدمت فيها خدمت فيها من حب لا بروف جاو وشافوا التقارير وشافوا التقارير يقولون انه هشام بوعود وقالوا بلي انا كي كنت نخدم فيها حتى الشهر ما كنتش ندي فيها دفع الآن. اموال من جيبه الخاص صحيح بيان سور في سبيل وفاق سطيف بيان سور وواجب علينا ما كان حتى واحد في سطيف يحب الفريق تاع وفاق سطيف يشوف وفاق سطيف في كريز وما يوقفش لازم هذه شغل مفروغ منها. احنا وفاق سطيف نعتبره عائلتنا انا وفاق سطيف بتاتر نعتبرها الام تاعي. هل تشعر انك ما نقدرش نشوف انا وفاق سطيف مريض ونسكت؟ هل تشعر انك يا هشام يا بوعود رفقه مسيرين اخرين عبد الحكيم سرار نعم هم مشتم حاليا؟ لا والله ما نحتاج انهم مشوا باسكو انا الحمد لله يا ربي اوطونك راني بصحتي وراني بعقلي وراني قاعد في الهنا لاباس عليا الحمد لله ما نحتاج حتى حاجه من وفاق سطيف. راني قلت لك ونعاود ناكد لك ونزيد نقول لك الان في المباشر انا العقد تاعي ممكن هذه الايام باش يخلص مع نادي وفاق سطيف. انا ما حبيتش نخدم مع هذ الناس فكري وفكرهم ما يطيحوش على بعضهم ما نقدروش نخدم مع بعضنا هما يشوفوا زي وانا نشوف زي. انا مانيش انسان اللي يقدر يجي واحد يقول لي ها واش دير واش خلي هذه لازم نقولها قبل ما نطوي ملف وفاق سطيف. في شهر سبتمبر مرت معنا في برنامج كنت دافع على خيارات دافعتهم لانهم كانوا دافع على الاداره نعم ما الذي تغير هشام؟ يا راني قلت لك نهار احنا جينا نهار جاو الناس هذو اعطونا بالاوهام بالكلام قالوا نقدروا نديروا ونديروا طموحنا وهكذا وهكذا احنا قلنا وي اوني بور ماذا بينا احنا نكونوا نوع من الاضافه لهذا الناس مالغري ما نكونوش في الفريق ماشي زعما ما نكونش في الفريق راح نجي ضد الناس اللي في الفريق لكن لما شفت هذا الناس ما راهمش قد الكلام اللي قالوه نهضر عليهم غير متفائل تماما تماما تماما.